اهلا، السلام عليكم غزالات ديالي، لاباس عليكم؟ كيف نتوما؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال، بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم، شوفوا البنات، مادام كيكون عندي الوقت اكيد كنهضر معكم مباشره. ملي ما كيكونش الوقت راه كنهضر معكم مور من المونتاج. المهم شكرا بزاف 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 لي كومونتير ديالكم، واكيد غادي نجاوبكم. كنتو كتسولوني على علاش كديري التصاور، شي وحدين تبارك الله ما شاء الله راهم فهموها طايره، وشي وحدين وشي وحدين غير ما عرفت يهضر، وشي وحدين كانوا كيتسائلوا. المهم بالنسبه للبنات اللي راهم عرفوا دغيا، عرفوها غير من التصويره اللي درتها ووريتها لكم، انا براسي كنت كنقول راكم كلكم غتعرفوا ساعه، ماشي كلشي فهم. فاش وريت لكم التصويره خاصكم تنتابعوا، خص يكون عندكم الانتباه. كيف ما كيكون عندكم الاستماع مزيان خص يكون عندكم الانتباه مزيان. شو سميتو فاش وريتكم التصاور بالعالي وريتهم لكم، درت لكم هكذا باش تفهموا شنو هما. واكيد بالنسبه للبنات اللي فهموا راهو فهموهم ديال الباسبور، لان الباسبور هما الوحيدين اللي كتكون الخلفيه ديالهم زرقاء صافي. المهم بالنسبه للبنات راهم فهموا بان راهم ديال الباسبور، وشي وحدين طيروها من السما قال لك راه تتوجد اسماء باش غادي تسافر. البنات كاملين ان شاء الله رحنا كنوجدوا، وهذا الشيء علاش اصلا كانت خالتي وعمي عرب جاوا لعندنا وهبطوا، قلت لكم راهم كيصوبوا وريقاتهم وهبطوا باش يجمعوا الوراق وداك الشيء وعاود طلعوا لعندنا. هذاك الشيء اللي هذا الشيء اللي واقع حتى حنايا عاوتاني مشينا قدينا وريقاتنا، بنيتاتي خديت لهم العقد الزياد وداكشي طلعتهم لنا خالتي من تما لانهم قيدين تما، اريج لا اريج راه مقيده هنايا. وفاش مشينا نسولو على حساب الباسبور وداكشي ما لقيناش داك الورقه البيضاء ديال العقد الزياد، ما مقبولاش، يعني خص الاصليه ديالهم هما من الدائره اللي خلقوا في اللي مسجلين فيها. هذاك الشيء اللي كاين، حتى هما سخرناهم جابوهم معاهم لهنايا، ودابا يلا عاد قدينا الوريقات الناضين هما هادوك، وان شاء الله باذن الله باش غادي ندفعوا لي باسبور ديالنا كاملين، لان الباسبورات ماتوا لنا كاملين. انا بعدا ديالي راه مات العام اللي فات في شهر 11، حنا كاملين كاملين ماتوا لنا في شو سميتو في وقت واحد، لان اصلا كنا درناهم في وقت واحد. دابا راه كاملين غيعطيونا 5 سنين في الباسبور، كناخذوا فيه 5 سنين الا اريج وقيله، يمكن اريج لا، لان اريج يمكن قل من 3 سنين كيعطيو 3 سنين، والله ما بقيت عاقله بالضبط شنو كاين، يمكن قل من 3 سنين الدراري الصغار اللي عندهم قل من 3 سنين او لا قل من 5 سنين يمكن كيعطيوهم فقط غير 3 سنين في الباسبور، ما كيعطيوهمش اكثر. المهم ما عرفتش المعلومه واش عندي صحيحه او لا، ولكن شي حاجه هكا منين نتاكد اكيد غادي نقولها لكم. صافي هادشي اللي كاين، وان شاء الله داك الساعات ملي غادي نشدو الباسبورات ديالنا اكيد عاوتاني راه حاجه وحده اخرى الفيزا، وعاود غادي ندفعوا الفيزا عاود تخرج الفيزا، وداك الساعات عاد ان شاء الله باذن الله غادي نشدو الطريق نسافر. اختي نسافر واحد الشيء علاش، هادشي علاش كنت قلت لكم داك المره البنات علاش زينب خديت لها البيجاما وقلت لكم تصبر معايا غير 3 شهور، كنت نقول لكم 3 سنين، حيت ديجا عندي بيجامات ديالها ولكن كيجيو حدو قدو، يعني باش دير مثلا هكذا ليديها راه ما يمكنش، يعني غادي يجيو هكا. صافي هي هذيك هادشي علاش قلت لكم 3 شهور ومن بعد ماشي مشكل، ما عندي ما ندير بهذيك البيجامه، حيت ان شاء الله باذن الله بغيت نمشي نتقضى لهم من تما الحويجات، وراكم عارفين اوروبا صراحه فيها حويجات رخاصين وزوينين، سورتو الحوايج البيجامات ديال بريمارك الله يعمرها سلعه. بريمارك قد ما هي رخيصه قد ما البيجامات والحويجات ديالها كيصدقوا 100%، حيت انا بالتجربه خديت من تما، وعاود كنت ما خديتش وعاودت وجربت اكيد ما غنقول الله اعلم، ولكن جربت بزاف ديال الحاجات عندهم صراحه، بعد البيجامات وهادو البينوارات والبوديات هذا النسره ديال بريمارك. المهم الصراحه فنين صبن ورد، وداك الشيء علاش بغيت ان شاء الله نمشي ناخذهم، حيت كاين الرخا وكاين الكاليتي زوينه. صافي هذا الشيء اللي كاين ان شاء الله، يا ربي يا ربي يا ربي يفرشي كتاب هذا السفر ان شاء الله باذن الله، ونخرجوا نمشيو نشوفوا الدنيا. انا فرحانه بزاف بزاف اكيد همشي لالمان، لان من قبل من كورونا ما خرجنا للخارج، و
توحشت صراحة داك الجو، توحشت نسافر، وتوحشت الشوبينغ، وتوحشت بزاف ديال الحاجات. وصراحة ما بغاش نمشي غير لالمان بوحدها، باغا نمشي حتى لفرنسا عند لوسي، لان حتى لوسي من شحال هادي ما مشينا عندها، وتا هي باغا نمشي عندها نضرب عندها دورة تما. ايوا وضروري اسبانيا، هذيك راه ضروري. المهم هادشي اللي كاين الغزالات ديالي اليوم. ان شاء الله باذن الله غادي تجي ماما، راه جايه ديجا في الطريق. بالنسبه راني ديجا كنت قلت لكم علاش راه هبطات، هبطات غير حيت بابا كانت عنده خدمه وكانت مجبره على انها تهبط تكون تما. ومسكينه راها طالعه وقالت لي البارح بالليل، قالت لي اسماء ما توجدي حتى شي حاجه، ودائما كنقولها لكم، كتقول لي ماما ما توجدي حتى شي حاجه، كلشي انا غادي نجيبو معايا. الله يحفظها لي والله يطول لي في عمرها، والله يخليها لي، ويا ربي يجعلني انني نرد لها ولو غير قد هكا قد هكا قد هكا من داكشي اللي كدير معايا. لان صراحه الام والقلب ديال الام والحنان ديال الام والعطاء ديال الام راه ما يمكن حتى شي حد يعطيه لك من غير امك، مي امبوسيبل شي حد يعطيه لك من غير امك. كاين الحب، كاين الرومانسيه ما بين بصح زوج، ولكن راه يفهم كاين نوض بيناتهم سطر ولا شي حاجه، راه واحد مكيعقل على واحد واخا كاين الاحاسيس وداكشي، ولكن راه مسكينه الام كتعطي بدون مقابل. دابا الله يسمح لنا من حق الوالدين، راه حنا ولدنا وليداتنا، وراه حنا جربنا داك الاحساس وداك الخلعه عليهم، وجربنا بزاف ديال الحاجات اللي كتسبقك الخاطر قبل ما توقع، وبزاف ديال الحاجات كتقول يا ربي نتأذى انا، يا ربي نتحرق انا، ومي ولادي ما يوقع لهم حتى حاجه. ف شنقول لكم، انا ماما من داك النوع اللي مسكينه ظريفه بزاف، وراكم شايفينها وراكم كتقولوها، راكم عارفين كلشي، راه كتحشم من خيالها. من داك النوع اللي دريوشه كانتو. اصبر. الو وي صافي صافي صافي، مسكينه كتسول منين غادي تنزل، فين غادي تركب. شنو تقول مول الطاكسي، حيت ما كتعرفش مول فين كنصيفط لها الطاكسي. المهم اولا كنمشي انا موراها. دابا بحيت الطوموبيل راها كتصوب فاسده. المهم من بعد ان شاء الله ونقول لكم كلشي ماشي وقته. كتحشم من خيالها وظريفه ومع الناس كاملين، واخا تجي فيها ما عندهاش مشكل، كيبغي باش تخلي لك انتينا خاطرك العاد حراك، وليداتها راه تهزهم بسنانها. فالله يخليها لي، والله يخلي لكم حتى نتوما الميمات ديالكم، والله يحفظهم لكم، ويا ربي يطول لهم في عمرهم. واكيد اكيد حتى الاباء ما نساوهمش، لان حتى بابا راه هذاك معزتو عاوتاني خاصه عندي. المهم قالت لي ما توجدي والو، انا مطلعه معايا داكشي كامل اللي خاصني نجيبو. ايوا مسكينه هي هذيك، راه جايبه معاها الدجاج ولا ما عرفتش جايبه معاها. المهم خدات داكشي بزايد في الخدمه ديال بابا، وصوبات لنا حقنا وجايبه لنا. المهم هادشي اللي كاين، قالت لي ما توجدي حتى حاجه. وانا ديجا راه ما بديت لكمش البنات لا فيديو بكري، صنات وجد الفطور، فطرنا. خالتي خرجت هي وعمي عرب، مشاو قضاو امورهم ديال الباسبور وداكشي، داك المطبوع والتنبر وداكشي. انا بقيت هنايا في الدار، عاود جمعت الدنيا، جمعت الركانيه، ما بغيتش نعاود لكم نفس الروتين. ودابا يلا عاد جا عمي عرب، هداكشي راني سمعتو كيهضر في التليفون، حتى نتوما غتسمعوا شويه الصداع. صافي هادشي ما كاين، وطلعت لهنايا باش نبدا لكم لا فيديو. في نفس الوقت عندي هنايا شي تصبين خصني نطويه، لان عاد صبنت ونشرتو البارح وقلت هكا غادي نزولو عليا. الدنيا عندي شويه مرونه هنا، ولكن ماشي مشكل، هادشي كله غادي يترصى من بعد ان شاء الله باذن الله. في الوقت اللي غادي يجي ان شاء الله البلاكار، منين غادي يكتب الله ان شاء الله. المهم الغزالات ديالي اكيد ما تستنيش لايكاتكم وتشجيعاتكم ليلي، وغنخليكم حتى نتلاقاو في الفيديو الجاي. لا وانا عاد بديت لكم لا فيديو، خليكم معايا.
حاطه عند ماما. اييه الحمد لله على سلامتها. شوفوا راه اروجه في النعس. الحمد لله على السلامه. كتهوان ماما جايبان ها انتم. المهم انا اللي حطيها. اه وشنو كتبغيك لاله مريم؟ ايوا هذيك راها نموت عليها. هنايا كاين الدغميره. انا خليها عرفتي الريحه. يا سلام. واش شديتي؟ لا مازال. لا لا هنايا جايبه البقوله مصوبه. بقوله واو مسكينه قالت لي ما توجدي والو غنطلع معايا هادشي تكون. امين امين. شو مسكينه جايبه لي الكفته. اه واحد النهار هنايا كاينه الكفيته. اه ما تسالهاش. اه الكفيته نص كيلو في هذه في الوحده. نص كيلو كيلو جوج كيلو حيت ذاك المره كانت جابت وقلت لها بلا ما تطلعيها ودابا طلعات. هنايا اختي انتم الدجاج. الله يسامحنا من الوالدين. امين امين. الله يلا الدجاج. ملي قتلت لاله زينب ما عمرك شتي فينا لاله. ها انتم قولوا لي علاش سميت زينب زينب؟ سميت زينب زينب لان الله يرحمها المرحومه يما ينحمويا كانت سميتها لاله زينب، وفاش ولدت عرفوني حامله بنيتها قالوا لي غادي نسميوها لاله زينب. دابا ملي كاين كنكونوا كنعيطوا لها غير زينب كيبقى فيهم الحال كيقولوا لنا هذيك سميتها لاله زينب. كنعيط لها لاله زينب. ايوا ايوا هذا هو علاش. شوفوا سبحان الله كيفاش جبدات الهضره وكيفاش قلت لكم زينب كيفاش تسمات. لان دابا جداتها الا جيتي تشوفي حناها جداتها راه هي اللي كانت سميتها لاله زينب وتسمات بلاله زينب سبحان الله العظيم. ايوا نرجعوا نكملوا. انتم اختي ها هو الدجاج عاد غادي تقليه. الدجاج مقلي بالدغميره وداك الشيء. المهم هنايا انتم كيف ما كتشوفوا شوفوا شنو جايبه ماما مسكينه معاها. هاد الشاريو كانت هبطاتو معاها النيت ديالي كانت هبطاتو على اساس هبطات فيه شي صخره من هنايا. ماما ملي كجبتي هادو شنو هو هادو؟ ايوا بقاو زيتيهم من عندك من الدار. ناري شبعتوني متلجه. شتيها حيت ماما كتجيب دائما مع الثلج مع مع الكفته. اه بارده بارده بارده. شبعتوني يا ماما. هذا قصبو نعناعيه نعناع بغيت شحال ما جبتو. شوفي عاوتاني جابت ملوخيه. ملوخيه الانس الميمة ما كاينش بحال الميمة. ها حتى ماما جابت القناريه. غير ماما القناريه شراتها ونقاتها في الدار. لا هي عطاتها لهذيك اللي خسرتها. عرفتها مليكة. هي اللي كتلقاها. حتى ماما جابت القناريه. هانتوما جايبه هذا الحامض مصير والزيتون الاحمر للدجاج. شنو باش ما ماما مطيشه كاينه هنا. لا واه زيتها من الدار. اه زيتيها من الدار. نخليها لك البنجال خالتي جابت ولي حتى هي. ايوا انا هزيتها من الدار حتى هو. ثومه ثومه جابتها لي. عرفتي علاش؟ واحد النهار سولنا هنايا في ولاد ميمون بشحال ثومه. تصدمات في الثمن قالت لي الله الله بدي شحال عندكم هنايا الغلا. اجيبها لك من فاس. نص كيلو ب 500 ريال. هذه رخيصه. شحال شي 20 درهم نص كيلو؟ لا 15 درهم. فوق الرخا وحنايا عند داك النهار الرابعه ب 20 درهم قالنا. حتى هذه كانت عندك في الدار. هذه كانت في الدار. ايوا هنايا البطاطا الحمراء. ايه ها هي البطاطا الحمراء. الشاريو زعما رحمه. اي والله يخلف عليك يا ماما. بالصحه والراحه بنتي. ندوزو نوجدو غداتنا نتغداو. يو 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 يا عقل بعدا عاجل ماما عاجل. هذا عاد جاو من المدرسة. مروة شوفي فيا شوف فيا شوف فيا مروة مروة ماشي انتينا اريز ولا اريز الشعكاكة زوني. مروة هنشوف 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 كتبكي
علاش كتبكي؟ الدراما توحشتي ميما؟ وماشي بزاف غابت؟ كل يومين زنوبة؟ اه لاباس؟ خليك ليلي ايوا اختكم ها هي شوفوا خارجة في البنوار وهزة الشكارة ديال مروة هذا الشكارة ديال مروة كاينين تما واحد الدراري مازالين صغار لا هازين طروتينات وخارجين طايرين كيضحكوا وينشطوا خارجين طايرين وهاد اربع طرق خطيره 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 غير الله يسرهم وصافي المهم قلت لكم الغزالات ديالي دابا راني دياهم ليزور ديالهم وعاد غادي نمشي الدار ان شاء الله باذن الله لا ما نمشيش الدار نمشي الصوت حيت راني قريبه راه شتيو مور هذيك العماره راه هذه فيها اللي فيها تما الطاقه الشمسيه من موراها تما كاين الصوت انا كنضرب مساف المهم نمشي نحطهم نمشي الصوت حيت ما يمكنليش نهزهم نمشي نحطهم ونمشي للدار عاد نرجع موراهم بزاف الطريقه راه كتقتلني علاش غنمشي للصوت نقص واحد شويه تما عاد نجي هي هذيك نهزهم ونهبطوا في مره واحده ياك اي كامر ياك بصح نقول لك عروجه في سيدي مرموره ياك زنوبه شوفوا هادو اللي كانت جابت خالتي وماما خدامين تيقادو فيهم باش هكذا يتغسل و يتغسل ويدار ينشف باش غدا ان شاء الله ملي غادي ينشف غدا ان شاء الله غير يتهذاك يتقطع ويدار في الكونجيلاتور ايوا خدامين خالتي وماما ماما قالت لكم عندها رمضان ان شاء الله دابا عمي عارة بغرس لي لقامه راه بدات كطلع لقامه فواحد الغرس عندي قدام باب الدار دابا هاد الكرافس هانت هانت قصبو وكا كانت عندي الجرده وكراني غرستهم وكان... لا القصبور الزريعه بصح داك النهار القصبور درت الزريعه شعشعات هو الوحيد اللي نجح لي في داك الجرده اما كلشي بقى مرحوم كلشي مرحومين هو الواحد اللي طلع غير هو اللي طلع صافي القصبور سبحان الله دابا هذا ما يصدقش ضروري خص الزريعه الزريعه اه بعدا نعرى صوبوا لي عمي عرب راه والله العظيم ما شاء الله كينبت لا كينبت راه نجمع داك التكاورات ديال الجبن ودقيتهم مزيان الغبار باش يطلع تصور انس اتاي من نعناع الغبار ديال الجبن هادي جي بنين ايوا هادشي اللي كاين عرفتي البنات صافي عييت تهديت عرفتي شحال هادي ما حسيت بحريق ديال الظهر ولكن فهاد الايامات هادي كنحس به عرفتي كنت كنخرج ملي كنمشي نتسخر ولا ملي كنت كنمشي مليليا ولا ملي كنت كنمشي نبقى نتسرى في الكورنيش كنحس بظهري كيضرني كنبقى كنقول لهم صافي راه ظهري كنوصل للدار كنقول لهم ظهري كيضرني بزاف كتقول لي اختي ما عندكش معالم شي بزاف المهم دابا عاوتاني مع كنمشي للسونتر نرجع على رجلي كنمشي ونرجع على رجلي كنمشي كندي البنات لي كور ديالهم على رجليا وعاود نرجع موراهم عاوتاني على رجلي يعني كندير تقريبا 2 كيلومترات في الالي و 2 كيلومترات في الروتور عاوتاني 2 كيلومترات في الالي و 2 كيلومترات في الروتور وهذا الشيء في حاله ما عاوتاني الا كنت مجبر على انني نمشي للسونتر المهم
بعد شي مرات ملي كنتقر صراحه كنعيط للطاكسي هي اللي كتجي من موراي. المهم كنحس دابا حاليا وليت كنحس شويه بحريق ديال الظهر. دابا قلت لماما فاش كنت لتحت قلت لها ماما راني عرفتي مدقدقه كنحس بظهري فريمون تيضرني بغيت غير نمشي ونتجبد على ظهري ونسمع داك الطرطيقه ديال الطرق وسيرتو مع الجهه ديال التحتانية. المهم هذه هنايا راه كاينه الكتمه ديال زينب ومروه. المهم الغزالات ديالي غنشارك معكم واحد الجديده ما كنت خديتها لماما ما عارفاهاش انا عاد غادي نوريها لها دابا. كنت كومونديتها لها هادي شي واحد 6 ايام بحال هكذا وعاد توصلت بها حاليا. المهم الصراحه عجبتني الشكل ديالها زوين ومع وديال البرد يعني ديال الكاشمير سخونه. ماما اجي اجي ولكن الصراحه واش غادي تجي قدها ولا ما غاديش قدها الله اعلم. انا خديت الاكس ال ولكن هي ها نتوما هي غادي تجيها سيغ لانها فيها الفصاله الجبليه. كتعرفوا الفصاله الجبليه كيجي ها هو هي زين بسبرديلتك كتجي طايح الكتيفات حتى لهنايا ما كتجيش باينه بانها كبيره عليك. ماشي ملي كتكون جلابه سيغ ميزور عليك هذيك هي المشكله. ها السروال الكتمه وفي ما دير ما هبطيش السروال لا لقيت غير كتمه. ها هي شوفي هنايا لقيتو خليتهم انا بجوج بيهم هذيك ديال مروه وراه في قلب منه. لا هذيك اللي رصايا زينب اللي هبطتيها معك راها لتحت هبطتيها في العلاقه ورا السروال في قلب من العلاقه والفوقاني من الفوق وهي سبرديل زعما تمشي غتجري التقاشر ديالك باش تلبسيهم مع السبرديلين وتيشيرت تيشيرت هكذا كتغدى عندها الرياضه. يلا واسير هانتوما البنات شوفوا كشمير سخون عرفتي الصوفه وجايه النيفيدات ديالها بحال هذا الشكل صراحه عجبوني بزاف. كتعرفوا داك الخياطه ديال الدبانه كتجي صراحه زوينه بحال هكذا وهنايا عاديه هانتوما كيف ما كتشوفوا بالعقيدات وجايه لهنا وعندها هذا وعرفتي. المهم جايه الستيل ديالها صراحه زوين 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 عجبتني. وكان وحدين فيهم جياب من هنايا وفيهم جيب بحال هادي من هنايا ولكن صراحه ما بغيتهاش تجي طرو شارجي لان راكم عارفين ماشي وحده صغيره اللي غادي تلبسها تقدر تلبسها عامره مشارجيه بزاف. هادي جايه كوم ميم سخيخنه ومزيونه وجايه انيقه حسبيه كيف ما كنقولوا ديجا فيها غير هاد اللي دايره بحال هكا عاطيه واحد لوشار مزوين. هادي ماما ديالك اجي شوفي واش تجي قدك. ها هي صبغي تجي قدك. المهم هي راه خياطه جبديه ما احنا ملي كيجي شي حد يدخل لهاد الصالون كيبقى كيديرها برجلي لا يمشي يصطم شي حاجه ماشي هي هادي بحال فيه الغيص في الارض دابا يتعوض. انتما البنات خديت لها هاد الزبيبط هذا فلو بيج وعرفتي باش عجبني جاي رطيطب. ها انتما جاي بحال هاد الشكل صراحه حتى هو مزيون. خديت لها فيه الكاغونت باش يجيها مع الجليبه ما خديتلهاش غير الشال هو اللي ما خديتلهاش. الشال راه لقيتي ايوا لاباس كنت كنقول ما غاديش تجيك كنقول ليها ما غادي تجيها كبيره هادي خصها غير تقعد حتى هي هذيك دوري صراحة زوينة. هي دابا ها نتوما كيجيو الكتيفات هكدا هابطين حتى لهنايا الجديدات هكا المهم راها جات.
شوفوا ماما صحتك وراحتك. شوفي غير دعي معايا وصافي. حتى نقولها لك اصلا كيدعي مساكن كيدعيو معايا. يلا تلبسي هذه كيف ما عرفتي بس هذاك لا لا كون هاني ودفت تسعود الصباح هذه نقول لك نوض صافي اخبعها عندك. ما تحتاجيش هذه في الطاقة؟ لا ما تحتاجيش. غير لي فوتوكوبي اللي صور. غير فوتوكوبي صافي. الله يبارك شكرا لك بنت الله. امين امين. ما خصهمش يكون هذه خاصها غير شي بودي من الزيت وكولون هاكي راه كاينين وحدين مزيان دابا ناخذ لك وحدين ديال المبره. المهم شنقول لكم كانوا بزاف ديال الجليبات ولكن اختاريت هذه عجبتني هذه اثيغاتني عجبتني والحمد لله راها صافي صافي راه جا راه جا هو هذاك كنت كنهضر مع حمويه. صحتك وراحتك كي شتي 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 راه انا اللي هزيتهم حيت خصك تمشي تسكي عليهم تهرسيهم. المهم قلت لكم يا لاله هذا كنت خديته بشي 155 درهم كدير لي من البعيد زعما 155 درهم هذا باش كنت خديته. والجلابه كنت خديتها بشي واش 250 درهم واش 300 درهم حيت هادو كنت خلصتهم قبل ما يوصلوني. واحد السيده كتجيب هادشي داك السلعه ديال تركيا وداكشي وديال كازا. المهم كتجيب راكم عارفين داكشي اللي كيصيفطوه لها وكنت خلصتها قبل ما تجيبهم لي. مبقيتش صراحه عاقله بالضبط حتى تليفوني الاخر ما في كاينه في الكونفرساسيون شحال ولكن المهم واش 250 درهم ولا 300 درهم الجلابه. اما هذا باقا عاقله عليه كان بشي 155 درهم. ايوا صافي هادشي ما كاين الغزالات ديالي. وكنت خديت لبنتي حتى هي واحد كنت خديت لها واحد الاوب اللي هو هذا. هو صراحه صدق صدق يعني في المنظر ديالو صراحه صدق زوين ولكن بالنسبه للكاليتي الله اعلم. الكاليتي مازال ما لبساتوش باش نعرفوا واش زوين ولا لا. ما كاينش اصلا الجو ديال هاد ديال هاد لي بوط هاد شتيو كيرجع هكذا في الدوغي وعاوتاني في لارجونت. المهم صراحه مزيون كاين هذا وكاين هذا. هذا راه نتوما ها انتوما هذا ديال بنتي وهذا ديالي انا. هادو كنت خديتهم ب 130 درهم نميت حتى هما من عندها. ايوا صافي هادشي ما كاين الغزالات ديالي. دابا غادي نمشيو نرتاحو صراحه شي داك الربيع كامل كله تغسل مزيان. المهم بعد ما نقاو تغسل مزيان. قلت لماما هذاك خليه حتى الغدا ون في الطحانه اليدويه ونطحنو مزيان ونديرو داك الساعات في ميكات ونخبعوهم في الكونجيلاتور لان غيبقى غير يضيع الا بقى في الثلاجه وكيبقى شاد البلاصه بزاف. ايوا صافي هادشي ما كاين الغزالات ديالي. دابا كل واحد غيمشي يشد بلاصتو باش يرتاح حتى الغدا ان شاء الله يصبح ويفتح. وان شاء الله نشارك معكم لا فيديو ديال الغدا الا كتب الله. هادشي اللي كاين. يلا غزالات ديالي تهلاو حتى نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي الا كتب الله. وشكرا بزاف 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 لتعليقاتكم الزوينه وكلامكم الطيب واللي خطيكم وكيعبر غير على داك الكلام كامل على طيب قلبكم وعلى حسن تربيتكم. والله يخليكم والله يسهل عليكم والله يحفظ لكم ما عز عليكم. تهلاو فراسكم حتى نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي. باي باي.